معنا الحاج عبد المجيد السحيمي من المشاعر المقدسة. مرحبا بك عبد المجيد. حياك الله. الله يبارك فيك. الله وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. وانت بخير ان شاء الله. عبد المجيد انت في مزدلفة الان؟ نعم في مزدلفة الان الحمد ما شاء الله. اول الله سؤال ماطرة ولله الحمد. ما شاء الله. ما شاء الله. سؤالي لك يعني الله عز وجل اصطفاك في هذه السنة لحج بيت الله الحرام، فما هي مشاعرك؟ والله المشاعر لو بأوصفها بختصرها لك في جملة بسيطة اللي هي دعني أحدث بها الله سبحانه وتعالى، حتى لو أوصفها لكم أنتم شخصيا أو غيركم أو أي شخص ما راح توصل بالإحساس اللي نحاسه. وأقول الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة، خاصة أنها فرض أفرضت ولله الحمد. نعم. ما هي نافلة. الحمد لله والشكر لله. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. سبق لك الحج أخوي عبد المجيد؟ لا هذا الفرض. أقول لك أنا الفرض هذا أول فرض. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. كيف رأيت الحج وما شاء الله الأجواء الممطرة؟ واليوم ما شاء الله يعني في عرفة، كيف كان شعور الحجاج جميعا؟ والله الحمد لله والشكر لله الأمور كانت على ما يرام، تحلها رب العالمين من بداية الحج، من بداية ترشيحنا، من بداية الحج، من بداية ترشيحنا إلى اليوم هذا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكملها على أتم حال إن شاء الله. نعم. إيش الدعاء اللي هي الجمرات وباقي حبيبي عبد المجيد؟ إن شاء الله بإذن الله. عبد المجيد تسمعني؟ اي نعم اسمعك تفضل. الله يسعدك. ايش الدعاء اللي كان يجري على لسانك؟ يعني ايش اكثر شيء كنت تردده؟ والله اردد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا سلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طيب الله يحتق الخاضن ويقاضكم عن النار يا رب العالمين. آمين آمين. عبد المجيد، عبد المجيد ودي بس كذا تعطينا قصة، يعني قصة وصولك إلى مكة، متى وصلتوا، كيف تنقلتوا، متى رحتوا الحرم، متى رحتوا منى عرفة، وهكذا يعني عطنا قصة حجك من بدايته إلى الآن. من الله قصة حجي ولله الحمد. أنا طبعا أحد من سبي وزارة الصحة، وأصبت بفيروس كورونا، واحد المتعافين ولله الحمد. الحمد لله. من قرابة شهرين في شهر رمضان تقريبا. أخذت عزل منزلي تقريبا، أخذت 14 يوم في الفندق، ومن ثم جاني الترشيح من قبل إدارة الطب العالمي لطب الحشود، المركز العالمي لطب الحشود، جاني اتصال من أحد الموظفين المنشوفين في المركز العالمي لطب الحشود. يفيدني يبشرني انه بشارة خير الله يوفق، شغلي ما اعرفه ولا يعرفني ابدا، فرز جاء وربي سبحانه وتعالى قال له اصطفاني. نعم. الحمد لله والشكر لله، وثاني الترشيح ووافق. ويوم في اليوم السابع توجهنا من المدينه المنوره، انا من المدينه المنوره طبعا، توجهنا من المدينه المنوره الى ابراج منى. نعم. احرمنا من منى. احرمنا وذهبنا الى جامع الراجحي. إيه؟ صلينا الفجر ولله الحمد اليوم الثامن، وتوجهنا الى قرن المنازل السيل الكبير الطائف، ونوينا الحمد لله والشكر لله وعدنا. الحمد لله. عدنا الى مكه الى الحرم، الى الحرم، وعملنا الحمد لله اللي هو طواف القدوم والسعي، ورجعنا بعد ذلك الى منى. نعم. ما شاء الله موفقين. أخونا أخوي عبد المجيد اسمك سطر في السماء بأن تكون من أهل الحج هذا العام. الله ونسأله أن يتقبل منك. جميلة يا محمد، متعوب عليها والله. إيه اسمعني يا أخوي عبد المجيد ولا ما تسمعني؟ ما أسمعك يا اسمك سطر عبد المجيد. عبد المجيد. نعم تفضل. نحن نهنيك ونقول يا هنيا لك، اسمك سطر في السماء بأن تكون من أهل الحج هذا العام. عجبتك دي. نعم. إي نعم. نسأل الله تعالى أن يتم عليك الصحة والعافية والقبول، و موفق ومعان ومسدد، وإن شاء الله تتم هذه المناسك وأنت في خير، أنت ومن معك من حجاج هذا العام بإذن الله تعالى. طيب عبد المجيد خير، وأنا لك
من دعواتك يا رب العالمين الحق الوكيل. قبل تروح عبد المجيد، احنا عندنا اسهم في وقف سدنة القرآن، احنا اربع مذيعين، كل مذيع عنده سهم في وقف سدنة القرآن. انا اهديت سهمي في تغريدة قبل قليل، اهديتها كل من سيساهم في هذا الوقف. نعم. فبقي الآن ثلاثة أسهم، في أحد يهدي عبد المجيد؟ أنا أبادر. طيب لا لحظة نتفاهم. أنا أهدي سهمي، أهدي سهمي قبل ما أهدي سهمي لك أخي عبد المجيد، ونسأل الله تعالى يجعل هذا السهم مكفل لك إلى أن تكون الساعة. إذن المهندس محمد بن غبيشة يهديك سهم في وقف سدنة القرآن التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة. طبعا أظن عبد المجيد وعانكم على عبد المجيد كل شيء، ما ادري ايش اقول والله، ما ادري ايش اقول. اللهم لك المجيد حبيبي، مشاعر جوا. ما عبد المجيد معك الاخ عبد الله شماسي يكلمك، تفضل. حياك الله عبد المجيد، يا مرحبا فيك عبد المجيد، حياك الله، تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. انت مجتمع واحفظ من المدينه يا عبد المجيد؟ نعم من المدينة. جميل، هنيئا لك. ترى الوقف اللي أهداك فيه سهم أبو حسان كذلك في المدينة، وقف سدنة القرآن التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، يعني بضاعتكم ردت إليكم. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاك خير ويجزاك خير، وهذه من بركات المدينة وبركات الحج. طبعا أنا أعرف أبو حسان ليش بادر، أنا كنت بدعو لك عشان تقول الله يعني يجعل لك من دعائك نصيب، أنت قلتها لأبو حسان فأهداك. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، ويقول لك من دعاك يا رب، الله يقول لك من دعاك. هذا موطن غير محمودة. طيب ويرزقكم سكن المدينة اللي منزوع منها الشعور بالغربة ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا عبد المجيد. سكنت اماكنك قريب، ما تعرف انك قريب، لو انك عندها الله يحفظكم جميعا، يدعي لك كلنا. طيب يا شيخ عبد المجيد، بحكم انك الان ما شاء الله في مشعر حرام وفي يعني يوم مبارك، ادعو لنا وللمشاهدين الكرام في هذه الفريضة العظيمة. من واحد لأحد لكم دعوة على وجه الخصوص ودعوات لعامة المسلمين. الله يحفظكم جميعا. الله يبارك فيك، شكرا عبد المجيد. ما شاء الله، هذا من المشاعر التي تسبق الكلام. نعم. وهذا تحدث بقلبه لا بلسانه.